هذا البلد قائم على فكرة المبادرة، إقامة مشاريع ثقافية واجتماعية. راح أروح وأعرض خدماتي. أهلا وسهلا متابعينا من جديد بالجزء الثاني مع الأستاذ كريم. الجزء الثاني راح نطرح عدة أسئلة على حضرتك صديقي كريم، مو بس أستاذ. راح نسألك إنه برو بجنا وقت اللي أنت أسستها، كيف أنت خطرت على بالك الفكرة؟ ليش حبيت تأسس برو بجنا؟ وهل أسست لحالك؟ هل كنت معك شركاء؟ بروبيغانا أساساً بترجمتها اللغة الإنجليزية هي Bridge Builders أو بنائي الجسور. هي كانت صفة لا ملتصقة فينا إحنا الفاعلين أو الناشطين من المجتمع المهاجر أو اللجوء اللي جايين يحاولوا يسووا شيء له علاقة بالثقافة أو المجتمع أو الاقتصاد أو يكونوا فاعلين. فدائماً نوصم بهاي فكرة بنائي جسور أو بروبيغر. فأنت ليش ما ودائما كان ملتصقة فيني في كثير من الأعمال، أو لما كان يقدموني يقولوا والآن مع بناء الجسور بروبيغا، فقلت ليش هذا العمل ما ينتقل من عمل فردي لعمل جماعي، من مبادرة فردية إلى عمل تنظيمي جماعي قائم على تخطيط تنفيذ متابعة للمستقبل. فلهيك إجت بروبيغانا اللي هي تعنى ببناء الجسور بين المجتمعات، لا سيما المحلية والمهاجرة، وبين الأجيال المختلفة، كبار والشباب، ثقافات مختلفة، ديانات مختلفة، طرق حياة وأفكار مختلفة. فهي الفكرة منها إقامة مشاريع ثقافية واجتماعية تبني جسور التواصل بين هاي المجتمعات وتسد أو تملأ الفراغات أو حالة الانقطاع بين المؤسسات أو المنظمات أو المجتمعات المحلية، ما يدعى باللوكلز، والمهاجرة اللي هي immigrants أو الانفندرة. فلهيك كانت هاي الفكرة من خلال أرجع لك، من خلال تنظيم فعاليات ثقافية واجتماعية. ومثل ما تعرف أنت كنت جزء فاعل كثير من الفعاليات مثل مكتب البهيوم اللايبرري ولا الجلسات الحوارية باللغات المختلفة أو كثير من الفعاليات. كانت هاي الفكرة إنه ننتقل من فكرة العمل الفردي إلى عمل تنظيمي. مثل ما بتعرف إنه النرويج قائم على فكرة العمل التطوعي، وله تأثير كثير كبير في التعليم، بالثقافة، بالمجتمع، بالرياضة، بالصحة. فلهيك إنه ممكن يكون فكرة إنه ينتقل، أرجع لك مرة ثانية، ينتقل بالعمل من قدرات فردية إلى قدرات إلى إرادات جماعية، واللي أنت جزء فاعل من هذا البروبك. أنا في تساؤل بيخطر على بال الشخص وقت بيكون قاعد ببلد وبده ينتقل على بلد ثاني ويسافر، فهو بيحب يشوف تجارب أشخاص انتقلت على البلد وحققت شيء ونجحت فيه. فأنا شو بتوصف طريقة انتقالك من سوريا للنرويج؟ شو عانيت بصعوبات؟ وشو الشيء العائق كان بالطريق؟ هلا الطريق هذا شوي يعني معقد الكلام عن الطريق. ما قبل الوصول، خلينا نحكي عن من لحظة الوصول، لحظة الدقيقة الأولى اللي جينا فيها على النرويج. ومثل ما حكيت لك سابقا، هذا البلد قائم على فكرة المبادرة، شفناها بكثير من المؤسسات، بمراكز الاستقبال أو مدارس اللغة أو الأنشطة الثقافية الاجتماعية. جزء كبير من المجتمع بيبادر للمشاركة. فأنا قلت الطريقة الأفضل هي المبادرة وليس الانتظار. قررت أنه ما أنتظر إلى أن أنا أدعى أو يقولوا لي شو ممكن تساوي أو شو ممكن تعمل أو شو ممكن.
أنا من اللحظة الأولى قررت أقول قررت إنه أي شيء ممكن أسويه بمجالات مختلفة راح أروح وأعرض خدماتي وأعرض معرفتي أو خبرتي أو قدرتي، اللي قد تبدأ من ترجمة إلى جمل قصيرة، تمام، إلى أن تخطيط لمشاريع كبيرة، واللي آخرها على سبيل المثال، بس بالمثال أنت تتذكر لما صار الزلزال في سوريا وتركيا، تمام، إحنا أخذنا مبادرة وسوينا الكونسرت، سوينا الحفل الفني الداعم لتركيا وسوريا، وجمعنا فيه فلوس تبرعات للمنظمات النرويجية اللي عم تشتغل هناك، وهي فكرة كلها قائمة على المبادرة، ما دعينا من أحد حتى يقولنا شو ممكن نسوي، لا، إحنا قرعنا الأبواب ونعلم إحنا حابين نسوي شيء، حابين ندعم أهلنا في تركيا وسوريا، لكن لازم نكون ذكي. كيف بدك تدعم أهلك وسوريا؟ نجمع مصاري نبعثهم لأهلك؟ لا، أنتوا ما تبعتوا لنا شيء، إحنا واثقين بمنظماتكم النرويجية، نعرف إنه في 5 إلى 6 منظمات نرويجية عم تشتغل على الأرض بتركيا وسوريا، اللي هي نوشفول كلب، اللي هي نرويجيان ريفيوجي كونسل، اللي هي الصليب الأحمر، منظماتنا، وإحنا راح نسوي حفل نجمع فيه التبرعات ونعطيكم إياها أنتوا وأنتوا تصرفوا فيها لأنه أنتوا عم تشتغلوا. أرجع أقول مرة ثانية، هذا البلد يؤمن جدا بفكرة المبادرة، يؤمن جدا بأنه أنت تيجي تقول وتقول أنا بعرف أسوي 1 2 3، بيختلف تماما عن قد بعض البلدان القادمين منا، إحنا اللي بتيجي لما تيجي تطرح عليه مبادرة بقول له ليش؟ شو هدفك؟ تمام، دائما قائم على الفكرة السلبية من طرحك للمبادرة، أو شو بدك تكسب من هاي المبادرة، أو هل أنت فعلا بتعرف في عنا حالة من يا تشكيك بقدراتك، تشكيك بأهدافك، أو التشكيك ب يعني دوافعك لهذا العمل، أو عوامل اللي جعلتك تأخذ المبادرة. هذا البلد لا، مؤمن جدا فيك وقدراتك وما بيسألك عن ورق. لما تيجي تلتقي لأي حدا وتقول له أنا بعرف بهذا الموضوع، مباشرة لأنه قائم على الثقة، على التلة مثل ما بتعرف، قائم على المصداقية، أي كلام بتقول له أبيض بيقول لك أبيض، بتقول له أسود بيقول له أسود، تمام، هيك قائم على الثقة فلهيك فكرة المبادرات الفردية أو المجتمعية كثير مؤثرة ومهمة في النرويج. موضوع آخر له علاقة بالتحديات، برجع بقول لك اللغة تحدي، معرفة الثقافة والعادات والتقاليد تحدي، معرفة الأهداف المجتمعية العامة تحدي، وكل هاي أهداف وكل هاي التحديات أنت مطالب تشتغل فيها على حالك. وبرجع بقول لك ما لا سقف، لن تستطيع بلحظة ولو عشت في هذا البلد 10 سنين تقول أنا صرت مدرك تماماً للعادات والتقاليد والأهداف والطموحات النرويجية. حضرب لك مثال، يمكن حكيت لك يا قبل يوم الأيام، أنا كنت مسؤول عن تنظيم فعالية كثير ضخمة في أوليسوند كومونا، وأنا كنت مسؤول عن كل التفاصيل من الحفل الفني إلى الخطاب إلى الأكل إلى كل التفاصيل، حتى التفاصيل اللي العلاقة بديكور الطاولات والأزهار والشموع إلى آخره. قبل ما تبدأ الفعالية بدقائق تجي أحد الموظفات هاي المحافظة أو الكمونة بتقول لي كريم بعد ممكن تسأله تطلب منهم يشيلوا الشموع اللي على الطاولة؟ قلت لهم أوكي، أنا كان ما صلي سنة ونص أو سنتين، قلت له أوكي، طلب من زملائي إنه شلنا الشموع، بس قلت لها ممكن أعرف ليش؟ قالت لي هاي الشموع إحنا نستعملها بالمقابر. أنا ما بعرف، أنا رحت على مراكز اللي بيبيعوا ديكور، شفت هذا شكل الشمعة، إله غطاء حديدي جميل بشكل قلب وملائكي وإلى آخره، قلت والله جميل يكون على الطاولة، لا سيما فكرت فيما يخص فكرت إنه هذا قد يكون جيد للسيفتي، لأنه في ورق وفي كذا بالمؤتمرات، إنه هذا كون هذا إله غطاء، إنه هذا ما رح يحترق، إذا في ما رح يحرق شيء، تمام؟ هذا درس تعلمته ما بتتعلمه بكتاب، هذا درس ما بتتعلمه بمحاضرة لغة، أو هذا درس بتتعلمه من خلال المشاركة اليومية. فلهيك تحديات مستمرة،
لكن أعرف تماما مع كل تحدي تتجاوزه كل ما شعرت بنجاح وشون حلاوة النجاح حلاوة الوصول. سؤال هيك على السريع، كيف استطعت تكوين قاعدة متطوعين؟ هلا فكرة قاعدة متطوعين هون أنت بتحكي على تحديات المنظمة عموما، لأنه هو متطوعين واحد من تحديات إنشاء منظمة. كنت حاب أكد على موضوع إقامة مشروع في النرويج أو أي بلد، ما بيجي وليد الصدفة ولا بيجي وليد الرغبة فقط، هو قائم على معرفة تراكمية مرتان في هذا المجال اللي هو قد يكون له علاقة بالعمل التطوعي، العمل الهندسي، الصناعة، الموسيقى، الفن، الرياضة. فأنت محتاج يصير عندك تراكم معرفي بهذا المجال، لأنه عمل الشركات المنظمات حتى الفريلانس اللي يسموه المتعاقدين الأحرار ما 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 قائم على فكرة، قائم على معرفة اللي له علاقة بالقوانين، الأنظمة، الحسابات، الذوق العام، التسويق، النتائج، حقوق العمال، حقوق زملائك، حقوق الموظفين، حتى أدق شغلة حقوق صورة. يعني أنت قررت خلصت فعالية وقررت تشارك صورة عن هاي الفعالية، لازم تعرف حق هاي الصورة، مين صورك إياها؟ هل صورتها بكاميرتك أنت المنظمة، واحد عن موظفي المنظمة، أم شخص حتى؟ يعني في تفاصيل أنه هذا البلد قائم على رعاية الحقوق المجتمعية والفردية. فلهيك ما قدرت أو ما تجرأت على أنه أخذ هذا القرار إلا هي بعد ما مرأت بكل هاي الأعمال اللي أنا شاركت فيها كمتطوع أو كموظف، إن كان كمشاريع صغيرة مشاريع كبيرة إلى علاقة بالثقافة. خلتني أفهم أكثر الذهنية، الأسلوب، الآلية، الكيفية. يعني على سبيل المثال المشاريع بالنرويج قائمة على التمويل، كي من أين تؤكل الكتف؟ يعني هذا المشروع مين المناسب لتمويله؟ فكرة أنه تجد الممول ما انتهت الموضوع، لازم تكتب سكنات أو طلب أو مشروع. بهذا المشروع لازم تعمل مقاربات إلى علاقة باهتمامات الممول. خلصنا، بعت السكنات، بعت لك التمويل، خلصت ما خلصت لازم تنفذ، بعد التنفيذ لازم تعطيه تقرير انه هذا التمويل وين راح. يعني انت محتاج محاسب، المحاسب يعني محتاج مدقق وسيستم متواصل. بس سيستم نعم معقد لكن ما انه ممتنع، مو صعب الممتنع، لا سهل سهل، بس محتاج انه تمارسه بمراحل متعددة وتبني عليه ثقافتك. برجع لك التحدي الآخر، أنت عم تنافس بمجال الثقافة أو العمل التطوعي، يعني تنافس بمجال فيه مئات المنظمات وقد يكون الآلاف اللي لها عمر طويل بهذا المجال، قد يبدأ بعشرات السنين وبعض المنظمات لها مئات السنين. فأنت عم تنافس منظمات عندها كادر كبير من الموظفين والمتخصصين مثل الصليب الأحمر، كاريتاس، تمام، اللي عندهم محاسبين وعندهم قانونيين ومسؤولين علاقات عامة وعندهم إعلام وعندهم منفذين كل هاي. أنت بروبي قلنا وكل هاي المنظمات قائمة على شخص ومجموعة متطوعين. فتحدي تحدي إنه كيف إنه ممكن تثبت تقول أنا قادر على أسوي شيء، قادر على إنه أنافس، قادر على إنه أنتج، قادر على أكون مميز بعملي. هذا تحدي آخر، تحدي المتطوعين. بدك توجد مقاربات لها علاقة باهتمامات هاي المتطوعين، يعرفوا المتطوعين شو القيمة المضافة اللي راح ياخذوها من خلال مشاركتهم، وانه يبين هذا المشاركة التطوعية بانه هو مو استغلال للمتطوع، استغلال واستعمال وقته مجانا، لا، لازم يشعر المتطوع من خلال هاي الساعة او الساعتين او العشر ساعات اللي اضاها معك طلع بقيمة مضافة. قد يكون معرفة، قد يكون شبكة علاقات، قد يكون خدمة أنت قدمت له، هي عزيمة أكل، عزيمة حفل، عزيمة كذا. بس أبدا أبدا لازم تكون على ثقة إنه هذا الموظف
أو هذا المتطوع ما طلع خاوي اليدين من خلال مشاركتك مشاركة معك، بس لأنه أنت تكبر أو منظمتك تكبر أو أنت تربح أو منظمتك تربح، لازم يشعر هذا المتطوع أنه حصل على قيمة مضافة، بالإضافة أنه هذا الجهد اللي قدمه أثر بالمجتمع. يعني لازم يشعر مرة تانية المتطوع من خلال وجوده من خلال هاي الفعالية أنه في تأثير تركه، تمام؟ ببسمة الطفل، ببسمة بنجاح المشروع، بتصفيق الجمهور بالأخير، لأنه لازم يشعر هذا المتطوع أنه هو جزء من هاي من هذا النجاح. ولازم أنت كمسؤول عن هاي المنظمة دائما تشعره بأنه هو جزء من هذا النجاح، وأنه هو جزء. لولا هذا المتطوع فعلا، لولا هذا المتطوع ما تنفذ هذا المشروع. هذا واحد التحديات، إلى علاقة باللغة، إلى علاقة بالعلاقات، عم نبنيها وهي عملية مستمرة ما بتوقف. طبعا الحديث له تتمة، رح نتابع بالجزء الثالث من بودكاست مع صديقي كريم. شكرا.